هاي، انا ربما من صفحه ايكوب فور ماي فاميلي، واليوم رح نعمل سوا وصفه كبيس الزنجبيل او سوشي الجنجر. ولها الوصفه رح بحاجه ل 300 جرام الزنجبيل، 2 لتر مي، 200 ملي لتر خل الرز، معلقتين ملح. وللتخليه نحن بحاجه ل 300 ملي لتر من خل الرز، 200 جرام من السكر، معلقه وربع صغيره من الملح، وشوي من عصير الشمندر. اول شيء رح بلش بتقشير الزنجبيل، واحسن طريقه هي استخدام معلقه صغيره مثل ما شايفيني عم بعمل. بس لخلص بنقعه بالمي بخليهم لمده 5 دقائق. بشيلهم بنشفهم منيح وبلش اقطعهم لشرائح رفيعه باستخدام المندولين، واكيد فيكم تستخدموا السكين. وشوفوا قديش لازم تكون قطع رفيعه. برش عليهم ملح وبدعكهم بايدي وبخليهم على جنب لمدة 10 دقايق. على النار بحط مي وبزيد فوق خل الرز وبنزل عليهم شرائح الزنجبيل. وبتركهم يغلوا لمدة 3 دقائق بالضبط، وبرجع بصفيهم وبتركهم على جنب ليبردوا. بطنجرة تانية بحط خل الرز والسكر والملح وبحركهم لحديد ما يدوب السكر، ولما اتأكد انه داب بشيلهم بتركهم على جنب ليبردوا. وبحط شرائح الزنجبيل بمرطبين بكون معقمتهم من قبل، وبضيف فوقهم محلول التخليل. وشوي من عصير الشمندر ليعطيهم اللون الذهبي. بسكر المرطبين وبهزهم لاتاكد انه اللون تغلغل مزبوط بالمرطبين، وبحطهم بالبراد لمده 7 ايام، وبعد 7 ايام بصيروا جاهزين. وهيك صار عندنا اطيب سوشي الجنجر، والف صحه وهنا.